السلام عليكم، أهلا بكم أبنائي الأعزاء في أولى حلقات منهج العلوم للصف الثاني الإعدادي. الصف الثاني الإعدادي في العلوم بيتكون من 3 وحدات. الوحدة الأولى بتتكلم عن دورية العناصر وخواصها، الوحدة الثانية بعنوان الغلاف الجوي وحماية كوكب الأرض، والوحدة الثالثة بعنوان الحفريات وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. الوحدة الأولى عنوانها دورية العناصر وخواصها، هي بتتكون من 4 دروس. هنتكلم النهاردة عن الدرس الأول، والدرس الأول بعنوان محاولات تصنيف العناصر. العناصر الكيميائية اللي حضرتك درستها قبل كده هم معروفين، المعروفة حتى الآن 118 عنصر. طبعا العناصر الكيميائية موجودة النهاردة في جدول اسمه جدول الدوري الحديث. الجدول ده لم ينشأ في يوم وليلة، ولكنه مر بعدة محاولات. هنشوف النهاردة مع بعض وهنستعرض أهم محاولات تصنيف العناصر. العلماء حاولوا أكتر من مرة تصنيف العناصر تبعا لخواصها، والسبب في كده لسهولة دراستها والتعامل معها وإيجاد العلاقة بين العناصر وخواصها الفيزيائية والكيميائية. من أشهر محاولات تصنيف العناصر اللي هندرسها السنة دي الجدول الدوري لمندلييف، الجدول الدوري لموزلي، والجدول الدوري الحديث. الثلاثة دول مش هم كل محاولات تصنيف العناصر، لكن دي أشهر محاولات العلماء. هنتكلم عن الجدول الدوري لمندلييف، بس أنا عايزك تسمع الفيديو ده لمدة دقيقة، خليك معايا وبعدين هتفهم كل حاجة. في عام 1869 كان أستاذ كيمياء روسي يدعى ديمتري مندلييف يبحث عن أفضل طريقة يشرح بها لطلابه العناصر 63 المعروفة حينئذ. ليرتب أفكاره حضر بطاقة لكل عنصر. على كل بطاقة كتب اسم العنصر ووزنه الذري ومميزاته العادية ونقاط تشابهه مع العناصر الأخرى، ثم وضع البطاقات كلعبة ورق وبدأ يرتبها مرارا وتكرارا بحثا عن نماذج. وفجأة اكتشف شيئا، فقد كان أمامه شيء استثنائي. اصطفت العناصر في 7 مجموعات عمودية، وفي كل مجموعة تجمعت أعضاء تشبه بعضها فيزيائيا وكيميائيا. لقد اكتشف الجدول الدوري للعناصر. تابعنا مع بعض الفيديو، هنتكلم عنه بالتفصيل. جدول مندليف يعتبر هو أول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر، واللي كانت مكتشفة في الوقت ده، وكان بيتراوح عددهم من 63 إلى 67 عنصر. قام مندليف بنشر الجدول الدوري اللي عمله واللي اتعرف باسمه بعد كده في كتابه مبادئ الكيمياء سنة 1871. طريقة تصنيف مندليف للعناصر. زي ما شفنا بالفيديو، مندليف كان أستاذا للكيمياء وكان يبحث عن أفضل طريقة لتدريس العناصر. أعد مندليف البطاقات 67 وسجل على كل منها عنصرا، وسجل عليه كل المعلومات الخاصة بيه زي الوزن الذري والرمز الكيميائي والخواص العام. وعايز أقول لك هنا إن مندليف ما كانش لسه تم في عصر اكتشاف العدد الذري، فكان بيتعامل مع العنصر من خلال الأوزان الذرية. رتب مندليف البطاقات اللي هي بتمثل العناصر متشابهة الخواص في أعمدة رأسية سميت فيما بعد بالمجموعات، وقسم كل مجموعة رأسية إلى مجموعتين فرعيتين A و B. ده بسبب وجود فروق بين خواص العناصر زي ما أنت شايف في الجدول اللي قدامك. مندليف دون، أو كان في ملاحظات هو خدها، لاحظ إن كل مجموعة بتحتوي على عناصر متشابهة إلى حد كبير في الخواص، وإن العناصر تم ترتيبها تصاعديا حسب الزيادة في أوزانها الذرية بالانتقال من يسار الجدول إلى يمينه في الصفوف الأفقية اللي عرفت بعد كده باسم الدورات، وده اللي بنسميه الأساس العلمي لجدول مندليف. فلما يسألني عن الأساس العلمي لجدول مندليف هقول له ترتيب العناصر تصاعديا حسب الزيادة في أوزانها الذرية. لاحظ كمان مندليف إن خواص العناصر بتتكرر بشكل دوري مع بداية كل دورة. جدول مندليف نال إعجاب العلماء في هذا الوقت، وكان ليه عدة مميزات، ودي كانت تدل على ذكاء ونبوغ ونباغة العبقري مندليف. تنبأ مندليف باكتشاف عناصر جديدة
وحدد قيم أوزانها الذرية وترك لها أماكن فارغة في الجدول. صحح مندليف الأوزان الذرية التي كانت مقدرة خطأ لبعض العناصر. بالرغم من المميزات دي كلها، إلا إن مع تقدم العلم واكتشاف النظرية الذرية الحديثة وتقدم العلماء ومجهودات العلماء في مجال اكتشاف تركيب الذرة، ظهرت بعض العيوب لجدول مندليف. أهم هذه العيوب إن مندليف اضطر إلى الإخلال بالترتيب التصاعدي لبعض العناصر بسبب وضع العنصر في المجموعة التي تناسب خواصه. 2، وضع مندليف أكثر من عنصر في خانة واحدة زي الحديد والكوبالت والنيكل، ده بسبب التشابه الشديد في خواصها. 3، كان مندليف يتعامل مع نظائر العناصر على أنها عناصر مختلفة، وده كان خطأ كبير وقع في مندليف، ده سبب اختلاف أوزانها الذرية. طبعا النظائر هي صورة للعنصر تتفق معه في العدد الذري ولكنها تختلف عنه في الوزن الذري. مندليف في الوقت ده لم يكن يعلم شيئا عن العدد الذري، لكن بعد ما العلماء عرفوا العدد الذري بدأت محاولات تعديل جدول مندليف، وده اللي هنعرفه مع بعض إن شاء الله في الحلقات القادمة. تابعونا وخليكم معانا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك للفيديو، ولو انت ما اشتركتش في القناة تعمل سبسكرايب وتفعل زر